مرحبا، حلقة جديدة من أخبار صباح لليوم الأربعاء 10 كانون الثاني. بيقولوا الجار للجار، قديش صحيح المثل؟ الجواب رح نعرفه بتقرير خاص مع عائلة خضر الرفاعي بطرابلس. أمسية موسيقية طربية بعنوان نور الشرق للمعهد العالي للموسيقى بجامعة القديس يوسف وغيرها من التقارير. أما ضيفتنا لليوم فهي اختصاصية التغذية ليا حلو، وما عم نحكي عن كل الأنظمة الغذائية يلي رح بتكون معتمدة بسنة 2018. هيدا ملخص عن الحلقة يلي بنبداها مثل العادة باتصال مباشر مع مصلحة الأرصاد الجوية. معنا مدام جوسلين بوفارس على الخط. مرحبا. اهلا، كيفك مدام؟ الحمد لله، انتو كيفكم؟ كيف مبلشه هال 2018؟ منيحه مستقره ان شاء الله، هات لنشوف الطقس كيف رح بيكون. ما هو هيك مستقر كمان حتى على 3 ايام اكيد. رح يكون بيناتهم في عنا غيم عالي اليوم وشوي بكره، وارتفاع بالحراره كمان، بس نهار الجمعه برجع بتغير، بلش صافن خلال النهار بيصير غائم. يعني اربع خميس بالحراره، أربع خميس مستقر، الجمعة ببلش يغير. صحيح، يعني هذه مؤشرات لنهاية الأسبوع للأحد. أوكي، شو بتقول هالمؤشرات؟ بتقول أنه في عنا شوية شتاء، بس مش منخفض، هو لأنه عم نتأثر بكتل هوائية باردة. أوكي. مع رطوبة رح تسبب أمطار بين الليلة السبت والأحد كل النهار. أوكي، درجات الحرارة اليوم بعد الحرارة الدنيا بعد واطية لأنه الهواء شمالي مسيطر. أوكي. فعلى الساحل رح تسجل من 7 لـ20. نعم. فوق جبال من 5 لـ17، بالأرز من 3 درجات لـ14، وبالداخل من 3 لـ18. نعم. الرطوبة يعني بين منخفضة لمتوسطة من 50 لـ70%، أما حال البحر معتدل، حرارة سطح المي 18 درجة. وبكرة شوي ارتفاع؟ بكرة في عنا ارتفاع ملحوظ على الساحل خاصة، ورح تتعدى درجات الموسمية، يعني اليوم بكرة مثلا بتوصل على الساحل 23 درجة. طيب اوكي، يلا بناخد تفاصيل بكرة باتصالنا. شكرا، يعطيك العافية. اهلا، الله معك. جوال مرحبا. صباح الخير جوال، ولكل يلي عم بتابعونا جولة على الصحف الصادرة لليوم الأربعاء 10 كانون الثاني. البداية مع عناوين النهار: الانتخابات، حط الموعد وطارت الإصلاحات، تخوف من تطيير الانتخابات في ظل الخلاف على تعديل القانون، التجديد ظاهرا لشركة دباس وتقديم الخدمات من شركة أخرى، ضمن اقتصاد شركة أجنبية لتحديد هوية لبنان الاقتصادية، النار والغضب يحاصر البيت الأبيض. أيضا بالنهار: قصف إسرائيلي لمستودع أسلحة لحزب الله قرب دمشق، خامنئي يعتبر الاحتجاجات لعبا بالنار ويتهم أمريكا وبريطانيا والسعودية وإسرائيل، تونس تستعيد أجواء ثورتها مع تجدد الاحتجاجات على التقشف. وبختم مع الصورة الرئيسية لليوم بالنهار يلي حملت عنوان يشوهون أرز لبنان، وبالتفاصيل: لا تزال غابة أصدقاء أرز الرب في بشري تشهد اعتداءات، كما كل شتاء تستهدف شجيرات الأرز المزروعة حديثا، والتعدي الحالي قام به بعض سائقي السيارات ذات الدفع الرباعي الذين يشفطون. من النهار إلى عناوين الحياة: هيئة التفاوض في نيويورك وواشنطن لمنع غطاء دولي لمؤتمر سوتشي، دمشق تتهم إسرائيل بقصف صاروخي وغارات، ترامب أطاح 5 تعهدات قدمتها إدارة أوباما للسلطة، أمريكا تدرس طرد آلاف السوريين. وأيضا بالحياة: احتجاجات في الجزائر بعد تونس والسودان، خامنئي أحبطنا مشروع تمرد لإطاحة النظام. من الحياة إلى عناوين المستقبل: الإصلاحات الانتخابية اصطفافات سياسية تستنزف الوقت، الحريري يتولى مسؤولياته الدستورية حيال مرسوم الأقدمية، والمستقبل لاستئثار الدولة بقرار السلم والحرب،
نزيف الدم مستمر في الغوطة وإدلب ورفق، هالعنوان الصورة الرئيسية لليوم بالمستقبل. وعم نشوف متطوع وهو حامل طفلة جريحة بعد انتشالها من تحت الأنقاض امبارح بالغوطة الشرقية. بالعناوين الأخرى بالمستقبل، خامنئي أحبطنا مخططا للإطاحة بالنظام، غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية للنظام قرب دمشق، الأزهر والكنيسة المصرية يطالبان بحرب شاملة على الإرهاب، وختاما كتب خير الله خير الله ضمن افتتاحية المستقبل كتاب وإدارة. من عناوين المستقبل إلى عناوين صحيفة الأنوار، الخلاف بين الرئاستين يمتد إلى قانون الانتخابات والحريري يتمسك بالحوار، تركيا تحتج لدى روسيا وإيران على الغارات السورية، إحياء مئوية عبد الناصر في لبنان. وبالعناوين الأخرى، تظاهرات تجتاح المدن التونسية ضد الضرائب ورفع الأسعار، ترامب يتحدى نجمة تلفزيونية. وكتب لليوم رفيق خوري ضمن افتتاحية الأنوار، مشكلة مجتمع متغير في نظام جامد. من الأنوار إلى عناوين اللواء، تعطلت لغة الكلام بين بعبدة وعين التيني والخوف على الانتخابات، بري لن يدخل في بازار تعديل قانون الانتخاب ومجلس وزراء في طرابلس في 27 الجاري، قانون الانتخابات بين التعديل أو التأجيل، جمال عبد الناصر في الذكرى المئوية الأولى لولادته. وأيضا باللواء، أهالي المعتقلين الإسلاميين يطالبون بالعفو الشامل لإنهاء مظلومية السجناء، ضربات إسرائيلية لاحتواء حزب الله في سوريا، مجازر أطفال بالغوطة واعتراض تركي في إدلب. من اللواء بنتقل لعناوين صحيفة البلد، الجفاء بين بعبدة وعين التيني يتكرس والحريري لم ييأس، إسرائيل تستهدف ريف دمشق بقصف صاروخي، وختاما التنافس الانتخابي في طرابلس سيكون الأعنف في لبنان. بترجمة العناوين صحيفة ذا ديلي ستار، الأفرقاء لا يوافقون على إجراء إصلاحات على القانون الانتخابي الجديد، باسيل ما يحتاجه لبنان مساعدات ملموسة، وختاما أكثر من 24 قتيلا في الغوطة الشرقية وأنقرة تتهم الأسد. تابع مع ترجمة العنوي صحيفة لوريان لوجور، حواجز تقنية في الشكل سياسية في المضمون، نهاية غير رسمية لوساطة الحريري، وختاما في الملف السوري، إسرائيل تستهدف مواقع للجيش ولحزب الله قرب دمشق. بالعودة إلى الصحف الصادرة باللغة العربية، وبتابع مع عناوين الشرق، عون إلى الكويت في 22 كانون الثاني، الثالثة ثابتة، لجنة تطبيق قانون الانتخاب، الإصلاحات تسقط، الحريري أقوم بدوري في أزمة المرسوم والتحالفات الانتخابية بالتأني، مخطط لإنشاء سلالة جديدة من البشر الخارقين، وختاما تشكيل فرعية اللجان لإنجاز مشروع النفايات. من الشرق إلى الشرق الأوسط، إسرائيل تهاجم خط السلاح الإيراني قرب دمشق، اشتباه روسي بدور أمريكي في دران حميميم وطرطوس، الحوثي يتمسك بخيار الحرب، تسجيل مثير يحرج خامنئي ويورط رفسنجاني، وختاما بالشرق الأوسط، أحد مؤسسي حماس يصارع الموت بعد رصاصة غامضة. ختام جولتنا مثل الصحف بيكون مثل العادة مع عناوين الجمهورية، الانتخابات تدخل بازار التعديلات هو العنوان الرئيسي لليوم بالجمهورية. وبالعناوين الأخرى، الفراغ الأمريكي، حان وقت ألمانيا أن تتعلم القيادة، استمرار خلاف عون بري مقصود، وختاما الصورة الرئيسية حملت عنوان فرنسا لدعم مسيحي الشرق.
مع الصورة بنكون وصلنا لختام جولتنا على الصحف، بريك أول بحلقتنا من بعد مواعيد ثقافية وفنية مع جوال. رح نعمل جولة على أبرز المحطات الفنية والثقافية، ورح نبدأها مع عروض الأفلام. الأسبوع الماضي بدأت سينما متروبوليس أمبير صوفيل بعرض فيلم البحث عن أم كلثوم، هالفيلم من إخراج الإيرانية شيرين نشأت وكتابة الإيراني الأمريكي شوجا أزاري. الفيلم تم عرضه بعدة مهرجانات مثل مهرجان البندقية ومهرجان تورونتو وغيره، من بطولة المصرية ياسمين رئيس مع مهدي معين زادة، قيس ناشف وغيرهم، وبيحكي طبعا عن أهم محطات كوكب الشرق أم كلثوم. بذكر انه الفيلم بعروضه الاخيره اليوم الاربعاء بسينما متروبوليس امبير صوفيل بالاشرفيه. منتابع مع مهرجان البستان اللي أصبح محطة سنوية ضمن مواعيدنا بفصل الشتاء مع الفن الكلاسيكي العالمي. هالسنة المهرجان بيحتفل بمرور 25 سنة على انطلاقته، ولهالمناسبة بيقدم تحية فنية بكل محطاته للموسيقى العالمي باخ. وبذكر انه الانطلاق رح بيكون مع الجاز ب 13 الشهر مع فرقة سوينجل سينجرز يلي رح يجوا إلى لبنان خصيصا ليشاركوا بمهرجان البستان. بسياق اصدارات سلسله الذاكره اللبنانيه بتدعي الجامعه الامريكيه للعلوم والتكنولوجيا الاي يو اس تي الى اطلاق كتاب الصناعات والمهن الحرفيه اليدويه التقليديه اللبنانيه، اعداد الباحث الموسيقي ناصر مخول، والموعد الخميس 18 الشهر 4 بعد الظهر بحرم الجامعه بالاشرفيه. زقفة جوال ولو زقفة. كل تاني أربعة من كل شهر بيقدم فريق وصل فرصة للناس للمشاركة والاستمتاع ومشاهدة قصصهم على خشبة المسرح مع فريق من الممثلين والموسيقيين المحترفين، وذلك تحت عنوان قصصكم على المسرح. أول موعد رح بيكون اليوم ابتداء من 8:30 بزيكو هاوس. أعلنت فرقة مسرح الدمى اللبناني عن انطلاق عروضها بدءا من يوم السبت المقبل وبتستمر لغاية 24 شباط. من المسرحيات اللي رح نشوفهم هن ألف وردة وردة، يلا ينام مرجان، في راس العطاس، بيتك يا ستي، يا قمر ضوي على الناس، شتي يا ديني سيسان، وشو صار بكفر من خار. وكل هالعروض رح يستقبلها مركز دول شمس الثقافي. يلا ينام يلا مرجان مرجان حندقت شعره رتب ونقى، مرجان مرجان حندقت شعره رتب ونقى. يا مولانا يا مولانا لازم تنام، النظام اتخربط. حضرة ضابط النوم؟ نعم. شو هالغنية؟ يلا ينام يلا ينام بغنوها للولاد الصغار.
شايفني ولد صغير؟ يا مولانا انت مش ولد، بس بعدك اجي غير ضابط النوم. نعم. قلت لك انه انا صرت كبير. نتابع مع اخبارنا وضمن برنامج زكي نصيف الموسيقي امسيه مع ميوزيك ديل تامبو باند يلي رح بتقدم اعمال لباخ، شوبان، هاندل، فيردي وغيرهم، والموعد الليلي ايضا 8:30 بالاسامبلي هول جامعه الايوبي. من الأعمال المسرحية الجديدة مسرحية أبو الغضب للممثل والمخرج المسرحي جو داح يلي رح تنطلق على خشبة مسرح الجميزة. التريلر يلي رح نشوفه خاص بالمسرحية من كلمات جو داح، موسيقى إيميل عواد، إخراج سولانج تراك وجيمس شهاب. سعيدة أبو السعود وهو عم يشتاق يكون فلتان. صورة العذراء على الرشاش ومشتام لازقين بسكوتش سكوتش ومنه اسكتلندي. العذراء تحمي يا افندي وانتو جايين تحمونا، بس من مين من مين من مين؟ هذه البوصة صار ممنوع وصارت البوصة رمز رصاص وعيد الحرب الاثنين من الضمور للبحصاص. يعني اللي كان رحباني قالوا خان الامانة كاسات وشيطة مشربك. من الامسيات الفنية سهرة لا الى عروض الافلام الانديو مع مؤسسة اميل شاهين للثقافة السينمائية، بترجع من بعد عطلة الاعياد الى متابعة عروض الافلام. التنال المقبل نحن على موعد مع فيلم As Good As It Gets انتاج عام 1997، حصل هالفيلم على 2 اوسكار و3 جولدن جلوبز، اخراج جيمس ال بروكس، تمثيل جاك نيكلسون وهيلين هانت. اذا موعد تنال مقبل 15 الشهر 7 بعد الظهر بالانديو ذوق مصبح. That's maybe the best compliment of my life. From Academy Award winner James L. Brooks. Well, maybe I overshot a little because I was aiming at just enough to keep you from walking out. بختم مع الفنون ورح ننتقل إلى متروفون، هالبرنامج اللي بيقدم كل مرة تحية لواحد من كبار الفنانين يلي رحلوا. هالمرة الموعد مع نهاوند وثلاث مواعيد مع لارا عبد الله بتغني فيهم نهاوند 16 23 و30 الشهر 9:30 المساء على مسرح مترو المدينة. عينك عيني الغزالة، لا لولا لا عيني لا 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 لولا لا 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 عيني لا لا يا الله شو هالحالة. مع نهاوند ومن وجه تحية كتير كبيرة لروحها منكون عم نختم جولتنا الفنية والثقافية لننتقل لعن جوال وأحوال الطرقات. معنا المشغل جوزيف غاوي من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير. صباح الخير. صباح الخير. كيفك اليوم؟ ماشي الحال. تفضل. منبلش من المدخل الجنوبي، يعني عم تكون اليوم كمان حركة سير كثيفة مثل ما مبين قدامنا باتجاه الكولا. من الكولا كمان عم تكمل حركة سير كثيفة باتجاه الوسط التجاري، كمان على النفق كمان مثل ما مبين. المدخل الشرقي حركة سير ناشطة من اليرزي باتجاه السياد، السياد كمان عم تكمل حركة سير ناشطة باتجاه اقتصاد رئيس أمير لحود وصولا للكارانتينا. أما بالنسبة لجسر العدلية باتجاه الأشرفية عم تكون حركة سير اليوم كمان كثيفة. عنا مستديرة العدلية كمان على المستديرة وباتجاه المتحف عم تكون حركة سير كمان كثيفة. عنا كمان من تقاطع أسقص باتجاه عمر بيهم كمان لبشارة الخوري مثل ما مبين كمان عم تكون حركة سير كثيفة. عنا كمان من البربير باتجاه كورنيش المزرعة بالاتجاهين عم تكون حركة سير كثيفة. شارات جامع عبد الناصر كمان باتجاه شارع مارديس عم تكون حركة سير كثيفة. عنا الأشرفية على تقاطع الحكمة باتجاه شارل المالك وصولا لبرج الغزال حركة سير ناشطة. أما على برج المر باتجاه شارع الحمراء عم تكون حركة سير كثيفة اليوم. المدخل الشمالي عم بلش عنا حركة سير من دبي باتجاه أنطلياس، أنطلياس عم تكمل حركة سير كمان كثيفة وصولا لنهر الموت.
فنرجع نشهد حركة سير ناشطة من نهر الموت باتجاه الدورة لتصير كثيفة من آخر جسر الدورة باتجاه الكارانتينا. رجع عنا حركة سير ناشطة من شهر الحلو وصولا للوسط التجاري. هذا بالنسبة لحركة السير. أما الحوادث تسجلت بال 24 ساعة الماضية، تسجل 14 حادث نتج عنهم 21 جريح. محاضر السرعة الزايدة اللي صدرت كمان بال 24 ساعة الماضية 1011 محضر سرعة. أكيد التواصل معنا على 1720 أو متابعتنا عبر السوشيال ميديا لتويتر @TMC لبنان والفيسبوك هو غرفة التحكم. أوكي يعطيك ألف عافية، نحن بكرة بنحكيكم باتصال جديد. بريك بحلقتنا جديد وبيرجع. صباح الخير. ترويقه وعشا وعصرونيه وقصه بريق الزيت ما خلصت بعد. التوقيع على المرسوم لعنه فراعنه شلت الجمهوريه والبلد على ابواب مؤتمرات دعم ولقاءات دوليه، ونحن بعدنا عالقين بصراع الصلاحيات وصاحب اجمل توقيع. بمعارك الكبار كل الاسلحه مسموحه، الدستور، الطائف، الميثاقيه والسته وسته مكرر، وعلى خط التصعيد مياومين ومن بعدهم اصحاب الشاحنات وهلم جره. بغياب المبادرات الحل عنا على طريقه جاك مارتن وليكول ديفان، يعني باللبناني لا غالب ولا مغلوب. ولا تسكير هالملف، ليش ما بيوقع على المرسوم 30 وزير ومعهم 128 نايب وكمان رؤساء الجمهوريه والحكومات السابقين، ومن هلا لوقتها بحل ألف حلال. العلاقات بين الرئاسة الأولى والثانية المفروض تكون محكومة بحسن الجوار والمودة والحلف الواحد، ولكن الواقع قايم على قاعدة أنا وخيي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. ومن الخلاف بين الرؤساء بننتقل بتقريرنا إلى خلاف من نوع آخر بحكم الجيرة. وإذا كان المثل اللبناني بيقول أنه الجار للجار، إلا أنه هالمثل لا يطبق على عائلة خضر الرفاعي بطرابلس يلي عم بتعاني بسبب الإهمال وعدم تطبيق القانون. كاميرا أخبار الصباح زارت خضر ببيته وعادت بهالتقرير لزميلتنا رويدة الصفدي. أبو جورج بطرابلس الإبي لحين المثل يلي بيقول دور عجار قبل الدار. هذه هربنا منها، كانت غرفة نوم للبنات، هربنا منها ونقلنا على غرفة تانية. صرنا خايفين، عم ننقل من غرفة لغرفة، صرنا خايفين ما يهبط البيت كله علينا، صرنا خايفين من غرفة لغرفة، صرنا خايفين هلا من البناية كلها. هيدي عم تنشف قلب العمود ورجع ماشي فاقد خزينة ورايحة لبرا على البلكون. البلكون كمان صورته من تحت وشفتوه كيف صور. بس شفت الدنيا كل ما نقرب على أساطر المي من كهرب. في بيوت عم يعونوا، في بيوت أرحم من بيوت بتصير، وفي بيوت تعيسه مثل حكايه ما ضلتوا شفتوا هون كمان وصورتوا. اليوم الجار اذا ما بيلدع جاره ما بيكون جار، وما بيأذي جاره ما بيكون جار. انا هيك شايف. من قصة بيت متصدع ومعرض للانهيار، هي حكاية ام وبي اشتروا حيطان البيت بجن العمر وبداخله بنوا ذكريات صارت مأساة بعد ما فقدوا ابنهم. فكر بالله يا حبيبي، في الله الحمد لله كنت ناطر حتى يجي يساعدني، شغله 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 روح من ايدي. ما بقى عندي شيء لانه صارت ذكرياته كلها بهالبيت هون. كيف كان يفوت علي، كيف يطلع، كيف طلع برا شوفه. مات وروح بحرق بقلبي لانه ما جوزته فيه. هي الحرقه الكبيره. راح سافر وقال لي يا امي تعو اللي عتعلم، يا امي تعو اللي بعد نكمل علمه، والحمد لله هي رزقتني.
2007 سكن الحاج خضر الرفاعي وعائلته بالطابق الأول، ومن وقتها بدأت مشاكل النش مع الطابق الثاني دعاوي قائمة دون أي نتيجة. أكثر من هيك أذى وضرر، صرت شايل خميس دعوة ليون. ركضت بالليل وجيت لهون، ركضت لقيت المي نازلة من الشرطون الكهربي بالمطبخ. وين بدي روح؟ يعني البيت عيصد وعيقع على الأرض. وين اي محل؟ بدك تحب جنب الكل. نعم ايه، بدي معي صحابي بدي نصوروا البيت بس منشان النشاش اللي عم بيصير عنا. قالوا شغل تفتح لنا بس انشان احنا ما في هدفه. مدام انا صار ثلاث ايام مستاجر، طفي الكاميرا اذا بترين. بحثنا عن جار بالطابق الثاني، ما سمح لنا بالتصوير ورفض الحديث. نقول له بس هالكلمه، ما انا نشوف النشاش منين اذا بتريد. وقام علينا في الكاميرا وبلش يعيط علي وعليكم. من 11 سنة بيحاول الحاج أبو محمد التواصل مع المالكين وأيضا دون أي نتيجة. أنت عم تحكي مع النمرة غلط. مين هذا الحاج خضر؟ ما لك مكان صح الله صور غلط من شوي قلت صح. انا ايه حكيت معي انا انت من شوي حكيت. هلا قلت زياد استاذ زياد قلت صح هلا صور غلط. زياد صح بس البيت غلط. عم تحكي مع واحد ما له علاقه بالبيت. ابن مين انت؟ ما ابن زياد. من ابن زياد الشكلي انت؟ من ابوك اسمه؟ سؤال ابن سؤال. قلت لك لا، ليش بدك تعرف ابن مين؟ انا بفهم لك بدي، لانه انت صاحب البيت، انا بدي اعرف صاحب البيت مين هو. سؤال معين، انت ابن فلان؟ قلت لك لا. ليش هيك عم تحقق معي؟ معه قبل هلا؟ شو انا خربان؟ ماني خربان. قال له قبل هلا وهيك معه وقال لي جاي لعندك وما اجى. بالوقت يلي احد المالكين رفض الحديث بالموضوع، استعدينا للتوجه الى البلديه حتى وصل اتصال للحاج ابو محمد من المالك الاساسي، وكانت النهايه على كلمه ان شاء الله خير. الو. نعم. طيب انا انت يا حبيبي انا والله ما طلعت برة الطريق، والله العظيم ما خليت انسان لا اوصل لعندك، لرقمك، لرقم امك، لرقم ابوك. عينك المرايه. طيب كيف وصلت لرقمي انت؟ معناته الرقم مظبوط اللي كنا عم نحكي معه. طيب خير. طيب شكرا. نعطيه فرصة، منها مشكلة. نعطيه فرصة. نتابع حلقتنا على أمل أنه تفرج على كل العيال وكل الناس، وإن شاء الله السنة الجديدة بتكون أحسن. منتابع لننتقل إلى جامعة القديس يوسف مع أمسية موسيقية طربية لفرقة المعهد العالي للموسيقى. الأمسية حملت عنوان نور الشرق، أخذت الحضور برحلة إلى زمن الطرب الأصيل، وتقرير بيعطينا كل التفاصيل. كيفك انت؟ ان شاء الله بصير مستقبل. ايه هذا انا راسي بنيطة. ايه اختي زلمة كبير بالعمر. هيا شاب خش الكابتن. اوكي نحن بنعتذر، طلعت كلمة اليوم مع انه عمه مهضوم كتير، بس خلونا نرجع نتابع تقرير والكلمة اليوم نشوفها بعدين. Oh,
هذا الأكسجين اللي هلأ بنتنفسه. ونحن بكل أمسية من هالأمسيات بنرجع للزمن الجميل. أغاني عبد الوهاب القديمة كتير حلوة، أكثر شيء أنا بحبها. ما في ولا أغنية مختارة إلا في مكانها، والأصوات كلها أصوات جيدة، لأنه هالألحان هايدي وهالأغاني هايدي ما بتموت أبدا. يا مسافر وحدك، يا مسافر وحدك، وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني. رجعت بالزمن إلى الفن الأصيل، فأطربت الجمهور بأعزب الموسيقى وأنقل أصوات وأجمل الكلمات. آلات موسيقية شرقية حضرت على المسرح، أغاني من الخمسينات الستينات والسبعينات، وحضور ملأ المسرح للاستمتاع لمدة ساعة ونصف مع مجموعة نور الشرق طرب أصيل. نتاج مرحلة 50-60 سنة منحييه، وضروري أنه نحن نعشق الشيء ونحضره. نحن جيلنا اللي بيقدر هالشيء، تربينا معهم وبنقدر هالشيء طبعا. القلب يعشق كل جميل، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. كل شيء في فن طرب وأصالة ورقي كل الناس بتعشقه. يا ريت بنسمع هيك موسيقى راقية وحلوة غير ما عم نسمع يعني. عمل تقيل بامتياز طربي، ولكن نحن راعينا بترتيب الأعمال انسياب لحن معين يقدروا الناس يتلقنوا بكل سهولة. اليوم الهدف من الموضوع انه إعالة احياء، يعني احياء شو؟ يعني العالم ترجع تسمع صوت القانون، ترجع تسمع صوت الناي، الايقاعات الشرقية يلي نحن اساسا هذه اساس موسيقتنا واساس تراثنا. مسرح بيير أبو خاطر جامعة القديس يوسف لبى الحضور دعوة المعهد الوطني العالي للموسيقى، لأراد من هالأمسية استرجاع حقبة من الزمن حملت الهوية الشرقية للموسيقى بأجمل الموشحات والقصائد والأعمال القديمة من القوالب الموسيقية العربية. اللي عم قلك اياهم اشتاقوا العالم لكل اغاني الحلوه. هلا رح تسمعي وتشوفي انه البرنامج كله فيه اغاني حلوه، اغاني الناس بتحبها بس ما عم بيسمعوني اياها. العالم اشتاقها تاخذ هالفسحه يلي من خلالها بساعه زمن تنسى واقعها، وبتروح لعالم كثير حلو، لعالم جميل، لعالم الجمال. وهالحفلات مش بس انه عملنا حفله موسيقى، لا بالعكس نبشنا اشياء، طلعنا اشياء رجعناها للحياه. بعدين في تأليف كمان، لأنه قسم منهم كمان في أشياء مؤلفة، وهذا شغل كتير حلو يعني نحن منشوف حالنا فيهم للشباب. مجرد انه يكون في موسيقى وغنى وهيدا يعني معناتها الجو كتير حلو. هذا الفن اللي متشوقين له كتير لنشوفه ونرجع ايام زمان، كتير بحاجة لهيك فرق تحافظ وتطور وتجدد وتنقل هالفن هيدا للأجيال القادمة. حبي
نرجع هلا للكلمه اللي كنا عم نشوفها من شوي، كلمه تقرير، تقرير كلمه برير الكلمه. كيفك انت؟ ان شاء الله بصير مستقبل. ايه هذا انا راسي بنيته، ايه زلم كبير بالعمر، هيا شاب خش الكابتن. ايه بدي احكي الواحد بدي احكي اختيار، مين ما بيحن الماضي؟ مين ما بيحن الماضي؟ يا ريت الشباب يعود يوما ولا لا؟ بحط ابوها وهلا بحطه بالبيت، او ابوها بالبيت بحد العباية علي. ايه عمرها من 56، كنت نلبس طقم مع صدرية، كنا نلبس نحد عدد الدخان لوكي بجيبتنا هون، و500 نمشي نعمل هيك، يا شوف هذا عم يشرب دخان، يومتها ما مثل اليوم، مين كان يشرب لوكي؟ يشرب لوكي مثل الجمهورية، مثل الوزارة أو رأي أو شخص يكون يعني مقتدر، لوكي ال اس كمان، عادي في الاس وفي فرتة وفي بلا فرتة، هيا شتيت هيا بلوط، ما خلينا نشيل ورا منا اللي ما عملناه، الله يعفي عنا. هلا الحمد لله جواد الاولاد وجن صرنا بنمتع العكايزه، مين ما بيحن؟ مين ما بيحن؟ ما بعد امريكا يا ليت الشباب يعود يوما. بتذكر كنا نروح العرس، وين في دبكه؟ وين في عرس؟ وين كذا؟ وين في فرح؟ نركض، كنا نحط البريق هون ونقعد البريق بريق مال العزيز، بريق العزيز، كنا نحط على راسنا ونرقص، حبوبه يا حبوبه، عزبه ولا مخطوبه، كنك عزبه حسابي وكنك مخطوبه التوبه. مضمنا هون، مضمنا من تركيا، مضمتي من الاسكندرون. الحمد لله جوادنا ولدنا وجو الحمد لله بعدنا، ما انا ابي الله يرحمه جاب لي من هنيك، راح لهنيك ما كان من اول ياخذوا هاي البنت، والله انت مثلا من كان يعطي لبعضهم على المحبه على الاحترام على القيمه، والله فلان روح سال امه، سال عنا امه، فلان ابن فلان، فلان مثلا نفترض ما تعطوه، فلان اعطوه، حبيته وحبيتها، في عنا مثل بيقول اذا حبيته بحب جيرانه، واذا كرهته بكره الدنيا عشانه. دبت له عيوني يا عيوني، بالاول ما كان في حلو ولا ما حلو، خلص الاب اهل اهله خلص، ما كان في مثل اليوم، معلوم تقبرني بحالها، وغنجك وغنجك ابوك خدين وخدوك، يا تعبت معي وتعبت معي وسهرت معي وسهرت علي، بدي عبى غصبا عن ما بيقبل، هلا بقول له هلا اتغدى هلا، تعبريني جيبي لي اكل، جعد عند الجيران، باكل كل شيء باكل، انه في مثل بيقولوا كان يقولوا حب حبيبك لو كان عبد اسود، حبيته كان سمراء كانت حلوه، وانا اليوم ما اروح اشوف صورتي، كنا نتغاذى ونشوف، دي اجى حكمه، دي اجى ابو عدنان، دي اجى، كنا اذا في عرس على النهر نروح على النهر، كان هو ما كان في غير هون على البحر وعلى الروشة وعلى ما كان مثل اليوم. أول مرة أخذتها قلت لها ما أجي شو قلت لها ماشي منا وحنا شي حقيقة على تركيا، أخذتها على تركيا، قعدنا بميرسي بإسكندرون بديار بكر بعنتاب، بمسك إيدها وبغسل عيونها لكن جاي بتفرج عليها. بحب كنت سافر، حب السفر، كل جمعة كل شهر كنت روح مرتين تيجي على حلب، روح السبت الظهر اجي الاحد عشية محمد، هالشراشيب هالكعك الحلبي هالزعتر، سبع كرات، اشتغلت سنجري واشتغلت خياط واشتغلت نجار واشتغلت انا بعرف، ما قالوا طبيب، الحب ما قالوا طبيب، حبيتك حبيتني وراح وديتني وين المحبة؟ ما أعطي منه طبيب، حبك يا حبيبتي تعبريني، بأشياء ما بعد ذكر أحد بعضنا، حبيتها حبتني وأشرب العرق أوجتني، يا ريت ما شفتها ولا شفت حب أحد، إيش ما بعد ذكر ما بعرف يطلع، أبو عدنان من هون عندها هي بيتي هون، وين البنيه؟ دلع شو بدلع بحطها بعيوني هي دلع فطوا تحفزوني خبوني من البنوني، هلا بتقول مع مين كنت؟ ولا حد وين جيت؟ لما كنت اعمل غره واعمل التعب ما في منها اليوم، ما في غره لا في غره، ها؟ ما في غره لا في غره، كلمة اليوم حب الوحيد، روح الله يطول عمري كشف الخاتك يا رب بد ما جبتي خاطري. We'll be right back.
راحت السكرة واجت الفكرة وهلأ صايرين كتير مهتمين بأجسامنا وكيف بدنا نضعف ونعوض كل شيء أخذناه بفترة العيد. لنعرف معنا ليا حلو اختصاصية تغذية. أهلا وسهلا فيكي ليا. ينعاد عليك. أكلتي بالعيد؟ أكلت كتير بالعيد. ما هيك عن جد كلنا أكلنا وهلأ بصيروا عن جد هيك بتجي الفكرة والعالم كتير واعيين على حالهم لأنه فترة العيد منقول يلا عيد وبيقطع بس مزبوط. نرجع منوعة بس نعرف كمية الكالوريز اللي أخذناها والكيلوغرامات أكيد وبتعرف يعني دراسيا وين ما كان بالعالم شو أول شيء بالنيو يير ريزولوشن أنه نضعف يعني هيدا مش بس انه كل العالم عندهم اياها اول شغلة بيفكروا فيها انه انا هلا بالسنه الجديده بدي اخسر وزن بدي اضعف بدي بلش بالرياضه وبدي وقف دخان هول اذا بدك اكثر شيء كنيو يير ريزولوشنز بدي نعمله بس هلا نحن بنتبع هالشيء بس شو كيف بدنا نتبعه يعني شو اللي صح شو اللي غلط بال2018 لانه بتعرفي في كتير اشياء يمكن بتدرج او بتكون ترند لفتره معينه بنشوف نحن انه بالسنه الجديده لا بطل بيدرس شيء ثاني او بيدرس شيء ثاني وليه اذا في مثلا عليها دراسات او ما عليها دراسات يعني هلا بالفتره الاخيره من سنه لورا كان دارج كتير الديتوكس مزبوط هلا ايه. في كمان شيء دارج جديد بال2018 ايه. هلا الدارج جديد كدايت انه نلجأ اكثر مش للقصص الفات دايت يعني بمعنى الدايت اللي بيعملوا خساره وزن سريعه بالعكس الدايت اللي ربحوا اكوردنج لليو اس نيوز اند ريبورت وورلد ريبورت هيدي بتعمل ستاتستيك احصاءات باليو اس بتشوف شو احسن دايت لكل سنه فنحن بس ليش لكل سنه يعني وين معيار السنه ولا لانه بلشين سنه جديده يا بابا يبلش مع معيار السنه وين بيجي بيجيبوا كثير من اخصائيه التغذيه من الحكمه من الاخصائيين بيعملوا هالاجتماع وبيشوفوا بيعملوا ريتنج لكل السنه اي دايت قدروا او حميه غذائيه العالم اكثر شيء يضعفوا عليها اكثر شيء استفادوا ما كانت صعبه اذا بدي خساره الوزن ضاينت يعني كانت على المدى الطويل مش مدى القصير بس وبيعملوا ريتنج على الاساس شو ربح؟ ربح 2 دايت تنافسوا على المرتبة الأولى أول دايت اسمه The Dash Diet يلي هو دايت خصوصا عمل بالأساس للعالم اللي معه الضغط يلي هو قليل بالملح فيه خضرة فيه فواكه عالي بالألياف بالبروتيين اللين بروتين الهبرة البروتينات الهبرة هون بتحس انه هو الأكل يلي نحن دايما بننصح فيه يلي هو هالداش دايت وفي واحد تاني يلي هو الميديترينيان دايت يعني الدايت تبع اذا بدك المنطقة المتوسطة يلي هي نحن كمان بناكله كتير هون بلبنان يلي مثل مثلا بتزيد زيت الزيتون تاخذ السمك نوعية الاكل كمان بتاخذ الاوميجا 3 مزبوط الالبان الاجبان هيدا اللي موجودة الجود فات الجود فات 100% هول اكتر اثنين ربحوا ليه لانه قدرنا نخسر وزن فيهم صحيين ما بيأثروا على الصحة أوكي. بيحاربوا الأمراض وبذات الوقت أوكي. بس ليه إذا بتجي بتفكري منطقيا هو هيدا الأكل الصحي وهي هيدا الحياة الصحية بغض النظر إذا بعمل دايت ولا لا مزبوط يعني هيدا السيستام يلي لازم نمشي عليه يلي بخلي مثلا مش ضروري ضغط بخلي جسمنا نظيف من الامراض وبنفس الوقت وزننا متوازن اكيد مثل ما قلتي ومثل ما قالت هيك الديتوكس يعني خلص ما بقى دارج يعني هلا بال2018 خلصنا الديتوكس والجوسينج وبدي اعمل عصير ما بعرف شو لاضعف يعني هون خلصنا من نون الديتوكس طب ليه ما طلع فاعل شوي هو فاعل الديتوكس بس كتير محرومه من اشياء يعني انت محرومه من اللحم الحمراء اذا عم نحكي ديتوكس الاكل محرومه من الجلوتين يعني هي ماده بالخبز واشياء هول الاشياء فيها كتير منافع كمان اوكي والاكل الصحي والمثال اذا فينا نقول لازم ناكل كل شيء مزبوط ما نحرم حالنا من نوع معين مزبوط على اكيد في اشياء الدهون المشبعه اللحوم الحمراء هول افضل انه نلجا بشكل اقل اوكي بس ما بضل بالدايت يعني خصوصا ما بضل في جسم لازم ديتوكس جسم ثاني لازم يعني رغم كل يلي انت عم بتقوليه الفكره انه لا يطبقوا على كل الاجسام يعني, يعني في اجسام بحاجه لغير نوع دايت او بحاجة ما بعرف يمكن البروتين ما يناسبها يناسبها شيء ثاني عم بعطي اكزامبل لا اكيد هلا اليوم بنشوف كل جسم ونشوف اذا هل انت عم تخسري وزن عامله بلاتو عم بتمارسي الرياضه كيف الستيل دو في تبعك كمان هل اشياء اكيد بنشوفهم يعني هالمقاييس بناخذها بس اجمالا مش يعني غلط نتبع ديتوكس او غلط نتبع شيء بس انه هيدي على فتره اذا بدك قصيره تكون اكثر انه عم بتطلع السموم من الجسم وهيك يعني لفتره بس فترة مش صغيره مش بس.
مود في يعني مش مود في نتبعها. وكل ما انت ترجع تخبصي بالاكل او بعد الاعياد نلجا ديتوكس ورجعي خبصي ورجعي ديتوكس وبنلجا لشيء يلي اسمه اليويو افكت. بعد الاعياد مش منيح مثلا نعمل ديتوكس بعدين نكمل بالدايت اللي فيك تعملي هيك فيك ليه؟ لانه بتكوني خبصتي كثير بدك ترجعي شوي شوي على النمط الغذائي الصحي. فيك تبلشي بديتوكس بس بال 2018 ما بقى هالقد درجه قد ما درجت بسنين اللي قبل. هلا انا بدي احذركم حظوره هات لنلعب لعبه خير يلا يلا رح بلعب انا رح اعطيكم نوع دايت نشوف اذا هل منكمل فيه بال 2018 ولا ما منكمل فيه. اوكي هاي بروتين دايت بعده دارج يعني مثل الديكون او مثل الاتكنز للناس اللي بفتشوا عليهم بس هل رح نضل نتبعه بال 2018 او لا؟ حسب انا بقول في ناس بتعمل سبور كثير لازم تتبعه. اوكي نربح شيء هلا اذا جاوبت لازم ايه هلا جيدة بعد الهواء ما بعرف لا بحس انه اكثر يعني رح يكون الموضوع قايم على نظام غذائي متوازن من كل ال مزبوط. حتى لو كثير حلو اللي جاوبتي لانه حتى لو كان في رياضيين او بيمارسوا رياضه مانا بحاجه نحن ناخذ هاي بروتين دايت او نلجا للاتكنز الديكون او حيلا نظام غذائي بشجع البروتين كتير عالي مننظم منعلي اكيد نسبه البروتين بس بتضل منظمه ضمن غذاء الصحي يعني اكيد يعني ربحت مزبوط يعني ربحت 1-0 هلا ثاني وحده يلي هي ثاني وحده يلي هي الكيتوجينيك دايت. الكيتوجينيك دايت كتير درج قبل يلي هو شو بناكل نشويات قليل قليل يعني اذا بدك شوي خالي من النشويات يعني لباستا لبطاطا لرز لخبز لمعجنات لبرغل لكينوا يعني المنيحة أو العاطلة كلهم ما بناخذهم بنلجأ أكثر للدهون المنيحة للبروتيين المنيحة كثير درج بسنين منضل متابعينه بال 2018 ولا بطلت موتو؟ بطلت أنا بقول هلا هو بطلت بس منيح بس أكيد باعتدال يعني إذا منشيل النشويات منيحة بلا رز وبلا باستا ايه لا يعني هو بالعكس لا يعني هلا رجعتي اخذت عدالته وان وان نزعتيها بالاخر لا لا انا عارفه بس هو اللوجيك يعني لا ليكي ليه اللي ما بنلجا له لانه الدماغ تيقدر يفكر بده هالجلوكوز او هالسكر يلي هو الطاقه اللي بيجيبها من النشويات اذا خليت هيدي الشغله بتاثر صحيا بتاثر على قد ايه انت فيك تركزي بتاثر انه تبطئ لك الميتابوليزم وخصوصي انه اذا لجأتي له لفتره قصيره ورجعنا اكلنا نشويات ما كان شو بيصير مش بس منزيد الوزن منزيده واكثر يعني اذا انت كان وزنك 80 ما بترجع على 80 بترجع 82 خلص الغيه على 84 85 الطريق بقى لا لل 2018 ما بقى نتبع الكيتوجينيك دايت من بعده جلوتين فري دايت. جلوتين فري للمشاهدين يلي هو كتير درج صرنا نشوف كتير جلوتين فري برودكت جلوتين فري دايت بس في منهم بيتضايقوا لان عندهم مزبوط للي عنده الرجي هذا غير شيء بيبقوا اسمهم يا انتوليرنس على الجلوتين يلي هي الماده الموجوده اكثر شيء بالخبز وبالقمح يعني تنقول للمشاهدين او بيكون عندهم شيء اسمه السيلياك ديزيز يلي هو مرض ما بيتحمل هيدا الشيء بنكتشفه مبكرا بس يلي لا منتبع جلوتين فري دايت لانه درج كثير بال 2017 منتبعه ب 18 جاوبي لازم لا لا كمان اوكي برافو لانه مجرد ما عم بتقولي انه هلا بال 2018 رجعنا على التوازن بالدايت وفيه تقريبا كل انواع الاكل سو ما لازم يكون صح. في جلوتين فري جلوتين فري يعني عادي اذا انا ما اذا انا بتحمل الجلوتين وما عندي مشكل ما انا مشكل اخذ خبز جلوتين عادي فيه ما انا مشكل اخذ النخاله الشوفين اي نوع خبز بس مش بحرمهم يعني مش بشيلهم بلغيهم من الدايت انا بدي اخذ كل شيء يعني ما انا اذا ما عندي مشكله يعني جهاز الهضم منيح ما عندي نفخه ما بنزعش ما عندي الرجي ما عندي الرجي او انتوليرانس على شيء ما عندي مشكل انه اكون عم باخذ اوكي جلوتين فري بس قبل ما نكفي المشاهد اللي عم نشوفها من شوي شفنا صوره للفواكه يمكن فيها سكر خفيف مزبوط اللي هن شو او خضره فواكه لا هون بالصور اللي قطعتهم هن الصور يلي كيف النظام الغذائي لازم يكون فيه الاسماك الخضره والفواكه البروتينات النشويات المنيحه يلي هي القمحه الكامله هون عم نشوف اذا بدك بالصوره كيف فينا نبلش اذا بدك نكتب ريزولوشنز يعني شو بدنا نعمل ما فيك اليوم انت بريزولوشن تقولي بدي اعمل 20 شغله لا بدنا نقيد اول الاولويات
اوكي خلصناها دون نجي للثانية، يعني ما بدنا نقول اذا كله مع بعض رح تكون شوي صعبة علينا انه نغير دغري نظامنا الغذائي وبنقول شو فشلنا اول جمعتين ثلاثة منبلش ومنبلش شوي شوي لورا. يا ريت منضايق جمعتين ثلاثة. ما هيك لازم نحن نمشي ستيب لقدام. هلا أوكي. بعد عندي باللعبة الحزازير لكم شيء كثير مهم. حضرتك ما حدا سبقك عليها. خلي التفاح شو رأيك يكون فيه؟ كثير منيح. منيح. بضاعف؟ بعتقد ما في شيء بضاعف وبضاعف. مش انه بضاعف. في نظام غذائي يعني. او بضاعف او لا. اوكي لأنه كان بال 2017 نقول انه خلي التفاح على الريق. الصبح. او الصبح او غليه بمي او حطيه بمي مسقعة على الريق وبعدين كملي نهارك او بتاخذيه قبل الأكل. هل شيء بضاعف او لا؟ اوكي مثل ما قلتوا خلي التفاح كثير منيح كثير في عنده منافع نحطه على السلطه نستخدمه بالاكل نستبدله عن الزيت اذا بدك هيك كمان تنشيل الوحدات الحراريه يلي منا بحاجه كثير لها بس ما بيضعف يعني لا اذا اخذناه على ما بيحرق فات ما بيحرق فات ما له اي علاقه يعني الدراسات فرجت انه ما له اي علاقه بخساره الوزن بقى بليز خلص يعني ما في شيء بيحرق فات ما بتحرق فات ولا بضعف ولا انه بصيروا يقولوا لك مبلا لانه بدها تشيل النفخه لانه بدها تزعج لانه بتشيل الدهون منطقه البطن هول الكليمز انعملوا بال2017 ولازم نعرف انه بال2017 الزنجبيل والقرفه كمان لانه بينسمع كثير الزنجبيل كثير حلو اللي قلتي انه بال2018 رح نكون عم نركز على ثلاث اشياء اكثر شيء بالبهارات الزنجبيل اول وحده الزعتر ثانية رح تستغربوا انه رجعنا على الزعتر لا يعني ولا مرة انقطعنا عن الزعتر اوكي يعني هيدي شغلة كتير مهمة انه رجعنا على الزعتر بس كتير مهم نشير للمشاهدين الزعتر افضل نجيبه بلا سمسم لانه سمسم, سمسم كل ملعقة صغيرة قدر ابعد خبز يعني مور اور لس شوي هيك عندك كمان الترميريك اللي هو الكركم سامعين على الكركم يعني مثل عقدة الصفرة شو قديمة رجعنا على القديم يعني الكركم والزنجبيل والزعتر هن اذا بدك السوبر فودز او الاشياء اللي اكثر شيء رح ندخلهم بال2018 يعني طلعنا من بقيه الاشياء هولي اذا بدك الاشياء اللي رح نركز عليها لانه بالنسبه لهم هولي مضادات للانفلاميشن يعني مضادات للالتهابات لكل شيء انفكشنز منيح للصحه بس كمان برجع بشير للمشاهدين ما بيضعفوا مش اذا اخذنا زعتر ضعفنا او اخذنا زنجبيل يعني خف زنجبيل يعني خف وزننا لا اكيد هون عم نلجا لشيء صحي اكثر اكيد بنساعد بس ما بنكون عم نضعف اوكي اوكي شو خلص وقتنا خلص وقتنا فينا نحكي شغلتين على السريع بعد على السريع يلا بس كان بدي اقول للسنه 2018 الاشياء رح تكون دارجه البروبايوتكس حكينا كثير يمكن على البروبايوتكس قد ايه منيح للجهاز الهضمي لانه هي البكتيريا بالمصران المنيحة منلاقي بروبايوتكس باللبن وبالمشتقات الحليب بال2018 حنبلش ندخل بروبايوتكس بغير اشياء ولا مرة شفناها مثل العصير مثل الاشياء الجوسز الكانز ليه لانه بلشنا نعرف اهمية البروبايوتكس بقى قررنا انه ندخلها بكتير مأكولات غير لتكون اذا بدك اكتر بنظامنا الغذائي شغلة تانية يلي هي كل شيء اذا بدك لحمة بس مش لحمة معمولة من الخضرة اوكي هاي درجة هديك السنة وبرضه رح نضل متابعينا بال2018 مثل برجر مثلا معمولة من سبانخ من كوسة يعني تنبعد اذا بدك اكتر عن اللحمة ونلجأ اكتر للخضرة وبيبقى عنا هذه لانه سألوني عنا كمان قبل ما اجي اللي هي السويتنر او السكر المحلي شو احسن شيء لل2018 بعدنا متبعين لستيفيا كانت بال2017 اللي هي ناتشرال سويتنر او ناتشرال سكر محلي ورح نضل نتبعها لل2018 اوكي ليا حلو اهلا وسهلا فيك بنحمدك حضورك معنا بنتمنى لك سنه حلوه صحيه اهلا وسهلا بريك وبنرجع منتابع حلقتنا مع الحركة الثقافية مسترجلة هو عنوان عمل مسرح جديد على خشبة مسرح الجميزة المسرحية من إخراج جاد خوري تمثيل بريجيت ياغي برونو طبال وغيرهم وهي مسرحية غنائية كوميدية راقصة تفاصيل أكثر مع باميلا نبهان حركة الساعة
السقفية والمسرحية اللي شهدت تقدم ملحوظ كتير وكثافة مهم بسنة 2017. ختمت فعاليات السنة مع العمل المسرحي الجديد مسترجلة، فختمت 2017 بطريقة ترفيهية فنية وسقفية لتبرهن انه خشبة المسرح عم تشهد على حركة كثيفة وجياشة. مسرحية مسترجلة اللي من كتابة واخراج جاد الخوري، بطولة بريجيت ياغي، برونو طبال، باريس وجورج ابو منصور، مسرحية كوميدية غنائية رأسة وهادفة بنفس الوقت، بتتناول مواضيع عديدة بتمس كل فئة المجتمع اللبناني. المسرحية بتحكي عن بنتين اسمهم إيرما ودلعونة، هن بنتين من الضيعة وانتقلوا للعيش بالمدينة تحت حماية خالتها لإيرما. من خلال قصتهم لهدول البنتين والصداقة اللي بيناتهم عم نشوف أنه وقت المرة هي اللي بتقمع المرة بالمجتمع من خلال أمها لإيرما. مش دايما الرجل هو اللي بيقمع المرة، وقت المرة بتقمع حالها أو بتقمع غيرها. الماضي كنت ليش أنا مش اسمها بطل أبو جماشي خرطوشي على بيته، وشفت لك كياس لابن كبار معلقين من أول بحبه القلب. قلت تقبرني حميته عم تعمله لابن مصطبي أول تجربة لقلي على المسرح كتير كنت مبسوطة لأنه أنا تلميذة مسرح أوريدي، فبنكون ناطرين مناطرة ليجينا عمل مسرحي مثل ما بنقول. دوري بمسترجلة عم بلعب دور بنت اسمها إيرما، بنت كتير أنانية وبتحب حالها وبتستفيد من أنها حلوة وسكسي لتوصل للي بدها إياه. أنا عم بلعب دور معرفة بالمسرحية، معرفة هي بتكون إما لبريجيت إيرما بالمسرحية، وهي مرة عمرها تقريبا 80 سنة ربيانة على تقاليد وقيم الضيعة اللبنانية القديمة، وهدفها بالحياة انه تجوز بنتها. هلأ اللذيذ بمسرحية مسترجلة هي انه جامعة بين الكوميك بين الغنائي بين المساجات اللي عم تقطع الرسائل اللي عم تقطع بطريقة مبطنة، بس كله معمول بطريقة بدون تكلف، يعني بطريقة كتير عفوية، وهذا اللي اكتر شيء جذبني للمشروع لانه الفريق اللي عم بشتغل معه كتير من قلبهم عم بيعملوا. بس اليوم بعد ما تعرفت عليك وشفت قد ايه انتي طيبة يعني منيحة، وخرج واحد يوقف حدي بالمواقف وعرفت قد ايه انتي بنت حرام الواحد يحكي عنك. بمسرحية مسترجلة بنكتشف كل أنواع الحب وماهية الحب من خلال شخصية المسرحية اللي بدوروا حول نفسهم وبجسدوا الحب الرومانسي، الحب العائلي والحب بالصداقة الحقيقية ليوصلوا رسالة واضحة من خلال كوميديا الموقف بمسرحية جديدة انطلقت على خشبة مسرح الجميزة. دوري بيكون عمر، هو الشخص المرتب بس بيحب بنت مش كثير مرتبة بتصرفاتها وحركاتها وأسلوبها وتعاملها مع الناس، بدور الصراع بالمسرحية لحتى يحاول يغيرها لحتى يقدر تكون مناسبة لقاله بالبيئة والمجتمع اللي هو عايش فيه. دوري هي بنت إيدها مالحة كتير، بتكسر كل شيء وقلبها طيب، برفقتها بتكون هي دايرتها قد ما هي قلبها طيب، وبتضطر تعمل شيء بقلب المسرحية تتخلص رفقتها. هو أبو جماجم اجى الاسم لأنه أنا ما عارفة اللي هي أمي بالمسرحية، عندها كتير أولاد شباب فصارت تلقبهم ألقاب، فأنا ملقبتني أبو جماجم، ألقابنا ما بتشبه شخصيتنا. تقرير منكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، والختام أكيد مع تقريرنا الرياضي. بكرة حلقة جديدة بتمام الساعة 7:30، كونوا على الموعد. باي باي. تتسابق وتتسارع الأيام والساعات لبداية أعظم عرس كروي في المعمورة وهو كأس العالم 2018 في روسيا، وسط ترقب الجميع بشغف للحدث الأغلى والأثمن بعد انتظار دام 4 سنوات على آخر كأس عالم جريت في البرازيل وأحرزتها ألمانيا التي سجلت يوم نتيجة تاريخية تمثلت بسحق البرازيل 7-1 قبل ما تنجح أن تفوز على فريق ميسي فريق المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية. ولكن ما هي قصة كأس العالم وكيف بدأ؟ بدأت فكرة إقامة بطولة كأس العالم عندما دعا الفرنسي ألان جيرار في بداية القرن العشرين إلى جمع دول وشباب العالم في بطولة دولية ضخمة ليتنافسوا في اللعب الصاعدة بقوة وقتها والتي بات لديها عشاق بالملايين في العالم. لكن اندلاع الحرب العالمية الأولى عصف بالفكرة، وبعد انتهاء الحرب
إجا فرنسي آخر هو المحامي جول رينيه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للفترة من 1919 إلى 1945 وكذلك كان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للفترة من 1921 ولغاية 1954 وتقدم جون ريمي بالفكرة وحارب من أجل ظهوره وتنفيذه لمدة 9 سنوات مع صديقه هنري ديلوني السكرتير العام للفيفا لإقناع الدول المنضمة للاتحاد الدولي لكرة القدم بالفكرة وأهميتها وكانت اللجنة الأولمبية معترضة من قبل على مشاركة اللاعبين المحترفين بالدول المتقدمة كرويا في منافسة مع نظرائهم الهواة من الدول الأقل تطورا في عالم كرة القدم وكانت مصممة على اشتراك اللاعبين الهواة فقط وأجت دورة الألعاب الأولمبية عام 1924 والتي أقيمت في باريس لتأكد على قوة وأهمية وكذلك انتشار لعبة كرة القدم وبأنها باتت اللعبة العالمية الأولى في العالم بعد ما شاركت 22 دولة في البطولة حينها وهو ما دعا هنري ديلون صديق ومساعد جون ريمي للتصريح بفخر في مؤتمر اتحاد كرة القدم الدولي المنعقد عام 1926 من الصعب بقاء كرة القدم ضمن الألعاب الأولمبية فقط وعلى أثر كلماته وضغوطات جون ريمي رئيس الاتحاد الدولي حينها تم تشكيل لجنة لدراسة إمكانية تنفيذ مقترح تنظيم بطولة كأس عالم كرة قدم وخرجت اللجنة بتوصياتها إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم في مؤتمر المنعقد في 26 مايو أيار من العام 1928 في أمستردام بالبدء وهي البدء في تنفيذ فكرة أول بطولة كأس عالم بعد ما طرحت الفكرة للتصويت ووافقت 25 دولة عليها فيما رفضتها 5 دول ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرا على تنفيذ فكرة جون ريمي وأطلق على كأس البطولة اسمه تخليدا وتكريما لجهوده ومن فرط حماسته لإقامة أول بطولة قام ريمي بدفع تكلفة صنع كأس البطولة من جيبه الخاص والذي صممه الفنان الفرنسي أبيل لافيريو صنعت الكأس من 3.8 كيلوغرامات تقريبا من الذهب الخالص ويبلغ ارتفاعه 35 سنتيمتر على شكل تمثال مطلي بالذهب والفضة ويقف على قاعدة زرقاء صنعت بشكل رائع من حجر اللازورد وبلغت تكلفة صنعه 50 ألف فرنك سويسري أو ما يعادل في ذلك الوقت 3000 جنيه استرليني كما تم التأمين على الكأس الذهبي بمبلغ قدره 30 ألف جنيه استرليني وتم الاستقرار على إقامة أول بطولة كأس عالم في أوروغواي بصفتها بطلة آخر نسختين في الأولمبياد بعد منافسة شديدة من جانب إيطاليا وهولندا والسويد في المؤتمر الذي عقد في برشلونة عام 1929 بمشاركة مفتوحة من كافة أعضاء الاتحاد ومن دون تصفيات تمهيدية لكن جون ريمي أصيب بخيبة أمل كبيرة لأنه حتى قبل بداية البطولة بشهرين فقط لم ترسل أي دولة تأكيد وموافقة على المشاركة بالبطولة مما وضعه في موقف صعب وأوشك حلمه على الانهيار ولكنه قام باتصالاته مع كافة الدول الأعضاء ونجح في إقناع 4 دول أوروبية بالمشاركة إلى جانب دول أمريكا الجنوبية والشمالية وتحمل الاتحاد الدولي لكرة القدم آنذاك مصاريف سفر كل منتخب وأيضا تحملت حكومة الأوروغواي تكاليف إقامة المنتخبات من أجل تشجيع وتحفيز منتخبات البلاد الأعضاء في الاتحاد الدولي على المشاركة ولكن بالرغم من ذلك لم يشارك سوى 13 منتخب فقط ولكن انطلقت أولى بطولات كأس العالم وتحقق حلم الفرنسي جون ريمي الذي أصبح حلم لكل دولة في العالم بدأت شارك بالبطولة تحولت كرة القدم إلى اللعبة